قلت كده الشروق ده ابد دائما من خلال لمبه عيد، وعادت بين البرامج الاخرى والبرمجات دائما تكون خاصه لعدد من المناسبات التي نعتقد انه وجودنا فيها لازم يكون بهذه الصوره التي تليق دائما بمشاهدنا، مشاهد الشروق المميز دائما لمتابعه هذه الشاشه الذهبيه. هذه هي ذاكره الشروق التي عودناكم دائما من خلالها ننقل هذا النبض لسنوات من العطاء وسنوات من البرامج عبر شاشة الشروق. ودائما من خلال صباحات الشروق هو أيضا نبض حياتي للواقع السوداني، ننقل من خلال مختلف الأحداث في الجانب السياسي والمشهد السياسي، الجانب الثقافي والاجتماعي، ونحتفي أيضا بالإرث الثقافي السوداني. كنا معكم في مشوار صباحي، وهذا نبض الصباح لليوم حتى الملتقى. هذه تحياتنا دائما وفريق العمل. نعم، تقبلوا تحية كل فريق العمل لهذا اليوم، ونذهب معكم سويا لهذه المشاهد في مدينة ود مدني بأحيائها العريقة عفوا طبعا مع ود مدني طوال العشرات تحية كيف لكل أهل المدني. بنحيي كلنا هنا في ود مدني، حنشوف مع بعض نستمتع في ختام صباح الشروق بأجمل المناظر والمشاهد. السلام عليكم. في أمان الله. على هشاشتي ودنيتي.